النهاردة في الفيديو دوت انا هقول لكم على شوية حاجات تخص هواوي عمرك ما سمعت عنها. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم محمد في فيديو جديد، وفي فيديو النهاردة بقى هنتكلم عن شوية حاجات كده، ضربات قوية تلقتها هواوي في الفترة الأخيرة. بس قبل ما ابدأ الفيديو عايز اقول لكم، لو انا عايز انام شوية معلش، عشان دلوقتي الساعة 8 الصبح وانا عايز انام بصراحة، بس ضغطت على نفسي وصورت الفيديو بسبب دعمكم الرهيب الصراحة، وانا بحبكم واشكركم على كده. والفيديو خلاص بيتجهز، فاكت تعليقك عشان يظهر في الشاشة ديت. الفيديو جاي بإذن الله الشاشة تشتغل ويظهر فيها كل التعليقات الحلوة اللي زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل اللي فات. أول حاجة نبدأ بيها يلا بينا، وهي شركة ARM بتعلن توقفها، اللي هي طبعا بس قبل ما أقول بتعلن توقفها ليه، الشركة ديت بتعمل معمارية اللي بتستخدمها هواوي في المعالج كارين. فاحنا قلنا طبعا ان كوالكم خاص مش مهم، كوالكم والكلام ده كله ممكن هو تعالجها بالكيرن 710 وكيرن 730 ونص كتير من الكيرن، او كيرن صراحه معالي بيقارب شويه من الكوالكم سناب دراجون. ولكن ان الشركه اللي بتعمل معماريه بتعمل توقف مع هواوي، فده يسبب برضو وقوف كيرن، فمش هنشوف كيرن تاني غير لما يلاقوا شركه تتعامل معاهم في بناء معماريه المعالج كيرن، اللي حتى طبعا دي ممكن تأخر شوية برضه وتأخر. تاني حاجة معانا، هو بتعلن ان في 2020 النظام بتاعنا زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي هو هونج مينج هينزل خلاص، وهيكون طبعا مستخدم فيه الاندرويد، وبرامج الاندرويد هتبقى موجودة فيه ما عدا الجوجل وجوجل ستور، ويعني جوجل بلاي والكلام ده كله، والبرامج اللي تخص جوجل. ولكن بيت البرامج هتفضل موجودة عادي ولكنها اندرويد، لان الاندرويد طبعا زي ما انتم عارفين اوبن سورس. انا اتوقع الصراحه نجاح الاندرويد دوت، بس انا قلت في الفيديو اللي فات ده مش متوقع، ولكن انا حاسس ان فيه هيبقى فيه كده حاجه ممكن تنجح النظام الجديد دوت، لان شركه هواوي الصراحه والصين عندهم ابتكار وعندهم اختراع حلو الصراحه، وعندهم فكر حلو. فانا هنشوف، وانا متحمس الصراحه لان انا اشوف دوت امتى. في 2020 هيكون في الخريف الجاي او اقصى الربيع، يعني لو في الخريف لا في الربيع كده في السنه الجايه باذن الله 2020. فودافون الامريكيه بتعلن توقفها عن، يعني دلوقتي طبعا زي ما انتم عارفين ان هو مش شركه موبايلات بس، شركه بتدخل شبكات ومن اقوى الشركات. دلوقتي شركه فودافون الامريكيه تحت الولايات المتحده بتعلن توقفها وتعتمد على نفسها وتتعاقد مع شركات تانية في دخول 5G امريكا. فانت كده هواوي برضو بتخسر حاجات كتير، ان فودافون خلاص مش هتدخل ال5G. تالت حاجة، جوجل بتحذف الميت 20 برو من حصوله على اندرويد 10 او اندرويد كيو. كده اول هواتف محذوفة من الاندرويد دوت هيبقى الميت 20 برو. تاني حاجة، الشركات اليابانية بتعلن وقف بيع هواتف هواوي بالاضافة للشركة التايوانية. يعني كده خلاص الشركات اليابانية بتعلن وقف بيع هواوي وبالاضافة للشركات التايوانية. وبس دي الصراحة اللي كانت الأخبار عندي. وفي آخر خبر معانا، هو إن الشركة الميموري كارد أو الميموري اس دي اللي بتعمل كارت الميموري بالمعنى الأصح يعني أو بالعربي، اللي بتعمل كارت الميموري بتوقف عملها وعملها مع هواوي، وإن المنفذ بتاع شريحة الكارت الميموري مش موجود في موبايلات هواوي القادمة، لأن الشركة دي أمريكية برضو ومنعت هواوي من الحكاية. أنا الصراحة أنا شايف إن هواوي بتدمر، وهو يعني بيقول لك يعني الشاطر وقع فعلا، هو وقعت. وانا شايف ان هو تبقى ذكيه جدا لو عرفت تقوم ديت بقومه جامده جدا، وانا متوقع ان باذن الله هو تقوم وتبقى احسن من الاول كمان. بس كده كان معكم محمد، ويلا.